وزنها يفوق 900 كيلوغرام، وهي ثاني أكبر قنبلة في ترسانة الجيش الإسرائيلي. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تنشر تحليلاً استندت فيه إلى صور الأقمار الاصطناعية وصور ومقاطع الفيديو على الأرض، وقالت فيه إن الجيش الإسرائيلي استخدم في قصفه الأخير على مخيم جباليا قنبلتين تزن الواحدة منهما نحو 925 كيلوغراماً، وهي ثاني أكبر قنبلة تمتلكها إسرائيل، الأمر الذي أدى إلى سقوط مئات القتلى والمصابين الفلسطينيين. الصحيفة قالت إن الحفرتين اللتين سببهما الهجوم بلغ عرضهما 12 متراً، وهي أبعاد تتوافق مع الانفجارات التي قد ينتجها هذا النوع من الأسلحة في التربة الرملية الخفيفة، فيما رجح خبراء عسكريون أن القنبلتين زودتا بصمام تأخير، والذي يؤخر التفجير حتى أجزاء من الثانية بعد اختراق السطح أو المبنى، بحيث تصل القوة التدميرية للانفجار إلى عمق أكبر. القنبلة التي تمتلكها إسرائيل وتتطابق مع تلك المواصفات يرجح أنها قنبلة MK-84 أمريكية الصنع التي يتم إمداد الجيش الإسرائيلي بها بشكل مستمر. تلقب قنبلة MK-84 بالمطرقة، يمكن للمطرقة اختراق ما يصل إلى 38 سنتيمترا من المعادن والتسبب في حفرة يصل عمقها إلى 11 مترا، كما يمكن أن تتسبب بقتل الكائنات الحية في نطاق يزيد عن 300 متر من نقطة سقوطها. وعادة ما يتم تجهيزها بمجموعات توجيه تسمى ذخائر الهجوم المباشر المشترك، ما يحولها إلى أسلحة دقيقة موجهة بنظام تحديد المواقع العالمي GPS. تلك القنابل تستهدف عادة البنية التحتية تحت الأرض، لكن استخدامها في منطقة مكتظة بالسكان مثل جباليا أثار العديد من الانتقادات لإسرائيل. صحيفة بوليتيكو قالت إن إدارة بايدن طلبت من إسرائيل توضيحا بشأن الضربة في جباليا، فيما رفض الجيش الإسرائيلي التعليق حول عدد ونوع الأسلحة التي استخدمها في الضربة.